التي ما تسجل عليا دور هكا لا زيد الوضع سيدي الناس مضرورين يعني كل شيء المنطقه مضره يعني الناس كاع الناس اللي ما رابط ليه الضر تشقات وهذا الدعم ديال 2500 درهم شي شد وشي ما شد يعني ما عرفت واش داروا وجهيات ولا ما عرفت يعني الجماعه الا دخلت في داك الشيء ودارها وجهيات ما عرفت يعني هذا الشيء ما عنديش فيه تحقيق يعني الناس خصهم يستافدوا كل شيء العامله دابا تخلى ليها قال لنا السيد العامل قال لك اودي الدار اللي مشقه ما غاديش تستافد يعني سيدنا صارح باللي الدار اللي مشقه خصها تستافد والدار اللي رابت خصها تستافد يعني كل شيء بحال بحال يعني الناس اللي عنده الموت خصو يستافد يعني كل شيء هذا الشيء صرح به الملك جلاله الملك الله ينصره وهادو ما وصلوش داك الشيء اللي قال الملك يعني حنا سمعنا من فم الخطاب ديالو يعني باللي هذا الشيء كل شيء كاين يعني الدار المشقه تستافد الدار اللي رابت تستافد يعني هادو ها الناس غيستافد هذه اولا بعد الاولى 2500 درهم اللي خرج الملك الله ينصره هذه ما توصلوش بها بعض الناس يعني 40% ولا 30% هي اللي استافدت ما كايناش 50% كاينه 30% 40% ما كايناش اللي استافدت يعني الناس متضررين والناس دابا كاينين في القياطن ودابا راه شفت هذا الجو اللي كاين كلشي القياطن طاحوا يعني الناس لا اله الا الله وكاينين العائلات اللي ولدهم ساكن وكاينين الصبيان وكاينين الناس اللي شرفوا وكاينين يعني الناس ضروا بزاف وبالنسبه للاصلاح الاصلاح مازال ما شفنا والو الاصلاح كاين اللي بغى يصلح وما خلاوه كاين كاع اللي بغى يصلح داره يدخل ليها قالوا ليه لا ما تصلحش يعني جاو بعض المناطق جاو المحسنين داكشي اللي شفنا في الفيديوهات باش يبنيو الديور قالوا لهم لا يعني هاد الناس بغاهم يتشردوا بغاهم يموتوا والله ما عرض هادشي اللي ما عرض يعني الدوله ديالنا في شكل راه داكشي اللي سمعنا حنا من جلاله الملك الله ينصره قال لك كلشي يستافد الشق والترياب حنا مازال ما عارفين شكون اللي بغى يستافد وشكون اللي ما يستافد هادشي اللي بغاو هادو بغاو يريبليو الناس يعني يروغوهم يعني ما عرض هادشي واش بغاو فيه شي مشكل ولا ما عرض يعني جلاله الملك صرح بمساعده يعني دي ما فيهاش ما ديال الزنزال ما فيهاش هذا لا هدي يعني فيه الشق والترياب هادشي اللي عارفين حنايا داكشي اللي سمعنا من جلاله الملك والسلام عليكم كاينين ناس الله يجازيك بخير وكاينين دوك كاع اللي ما مضروا المستافدين حنا اللي خرجنا المهندس من الديور ما مستافدين ما عطاونا حتى القياطن ما عندنا القياطن ما عندنا جوج قياطن 30 اسره كي غادي نديروا لها جماعتي دوك قايله الفاع اساسن جوج قياطن ديال اللي عطاونا 30 اسره كي غادي دير دابا هذا جوج قياطن كي غادير لهم كل واحد الدوار شي طاح شي مشقوق المهندس دوك اللي مشقوقين حاولت لهم الوقت بغا يطيحوا الا كاينه الشتاء ما عندهم فين يسكنوا الحوايج خرجناهم للارض فوس الارض محطوطين ومغطينهم بالميكا ما عندنا حتى من نعشو والله الا الميكا تحت الميكا كان نعشو دروك من ضروري الناس بزاف 100% الله يجازيك بخير جينا مضروري الله يجازيك بخير مضرورين كنطلب الحق ديالي وديال المواطنين حدايا شي مستافد شي ما مستافد 10 في الدوار مستافدين 10 ما مستافدين بحال هاد الشيء اللي عايدوا الجهات ولا ما عرفنا حنا معقورين ولا كيفاش كاع اللي ما كان اللي عنده شقوق ولا كاع ما مشقوق ومستافد وحنا ما مستافدين بقاو دوك اللي مضرورين راه باقيين ما شادين لا ريال لا جوج ما كان اللي قال لهم طلعه ولا الهبطه الله يجازيكم بخير هذا الشيء هذه الرساله بغيناكم توصلوها لجلاله الملك الله ينصره واسيدي انا ما نستافد انا براسي راه ريبات لي الدار كامله راه ما مستافد ما شديت الدعم ودرت الشكايه ما اتصلت بوالو مشات للقياده ما عرفت واش صيفطيهم ولا لا عندي سبعه د النفوس عندي نيت معايا الوالده ديالي ارمله راه ما نستافد والناس نيت اللي عندهم الشقوق مستافدين الناس اللي طاحوا لهم الديور هذا السيد نيت راه طاحت ليه الدور حتى هو راه ما مستافد حتى انا راه ما مستافد المهم الناس دابا تتبقى سته في الدوار تيستافدوا سته الناس اللي تيبقاو في الدور وكلشي تيبقاو المهم راه ما مستافد انايا المهم جماعتي كوكو قلت راه جات البارح نيت تيقيدوا الديور قال لك اللي طاح لهم قلنا لهم ما الدعم راه حنا ساكنين راه مضرورين راه كاينين الناس دابا تينعسوا غير في الديور مستافدين حنا بقينا علاش عارفين فين كاين الاشكال دازت اللجنه المهم دازت في الديور ديالنا انا راه ما مستافد المهم جماعتي كوكا العماله تيرودانت القياده تا فين قلت الله ينصر سيدنا